الرحمن الرحيم. جاءت امرأة إلى ابن سيرين وقالت: رأيت مناما غريبا، رأيت أنني أضع البيض تحت الخشب أو الخشب فوق البيض فتخرج فراريج، فروج يعني أو إيه أو كتاكيت. فقال الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى: أنت امرأة فاسدة تجمعين بين الرجال والنساء في الحرام. فهو عبر البيض من قوله كأنهن بيض مكنون، وأخذ من الرجال كأنهم خشب مسندة في الكلام على المنافقين أو الفاجرين، فكأنها جمعت بين النساء والرجال الفاجرين، فخرج أولاد الزنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.